للحديث مشاهدينا الكرام إذن عن تدهور الاقتصاد في العراق مع تواصل أعمال تهريب الأموال إلى الخارج ومسؤولية الأحزاب السياسية عما يجري. معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور حامد معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا عزيزي. أهلا بك. إذن تهريب نحو 40 مليار دولار إلى خارج العراق في عام 2022 ونحن في نهاية، هذا هو العنوان الأبرز للفساد في العراق، ولكن كيف يسمح بهذا النزيف المستمر للأموال في العراق؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الأعزاء. الحقيقة يسمح لأنه لا توجد دولة، مؤسسات دولة وأجهزة رقابة وقضاء مستقل، ولا توجد حكومة الحقيقة منتخبة من قبل الشعب، يعني لا توجد هناك تأثير لا رقابة شعبية ولا رقابة قانونية قضائية ولا رقابة مؤسساتية. لذلك أقطاب العملية السياسية البائسة من الطغمة الفاسدة هذه التي جاء بها من قبل أمريكا وإيران استباحت لنفسها كل ثروات البلد وحياة العراقيين و سيادة العراق، و يعني فقدان استقلالية القرار السياسي حتى. لذلك بدأت يعني منذ تقريبا 20 عام البعثرة والفوضى والسرقات ونهب المال العام على قدم وساق من قبل كل الأطراف بما فيها طبعا الطغمة الفاسدة وأمريكا أيضا وإيران ومن لف لفهم. هذا الحقيقة للأسف الشديد يعني ما حدث بالعراق، ليست الأربعين مليار اللي سرقت ونوبت وهربت إلى الخارج خلال هذا العام، يعني طبعا جت متأخر الأرقام هذه، يفترض كان منذ بداية العام يتم مراقبتها يعني من قبل هذه المؤسسات اللي ذكرناها، لكن للأسف الشديد الآن استفاقوا من أنه هناك مليارات سرقت. لكن أيضا إلى جانب هذه هناك تقريبا يعني الأرقام الرسمية تشير إلى 350 مليار تقريبا مليار دولار قد سرقت نهبت منذ العام 2005 أو 2006 لغاية الآن. هذه مبالغ لا تعرف الاتجاه يعني ذهابها. والبنوك رغم أنه أنا يعني أجزم أنه الأمريكان والنظام المالي في إيران يعلمون بشكل جيد أين ذهبت هذه الأموال، لأن الأمريكان هي أصلا عملة صعبة أمريكية، فالأرقام والتسلسلات وهذه متوفرة لديهم يعني يستطيعون الكشف عنها. لماذا لا يكشف؟ يعني ما الهدف؟ ما المقصود بذلك؟ ويعني كما ذكرتم مثلا استمرار مزاد العملة دكتور من دون رقابة على الرغم من النتائج الكارثية التي سببها الاقتصاد العراقي، حتى ترك البنك المركزي العراقي هكذا من دون أي رقابة، هل هو مقصود وما الهدف منه؟ يعني هو العملية واضحة، عملية تدمير للعراق بشكل ممنهج. يعني الحقيقة هناك تخادم في مصالح الأمريكان ونظام ولاية الفقيه في أن يبقي العراق، يبقون العراق بهذا الحال، يعني مثل ما سمت أمريكا بغزوها واحتلالها للعراق، الفوضى الخلاقة، الفوضى القاتلة هي في الحقيقة. يعني سرقوا هم أول ما دخلوا أيضا، يعني دمروا الجدار الخارجي والقاص الخزنة الكبرى للمصرف الرافدين والبنك المركزي العراقي، وسرقوا أطنان من الذهب وأموال ضخمة هائلة، وطبعا دمروا المتحف العراقي، سرقوا حتى الآثار العراقية. لذلك ليس غريبا عن الأمريكان ولا الإيرانيين أيضا، يعني قاموا بهذه العملية الممنهجة عبر ميليشياتهم الولائية أيضا عبر بشكل شرعا تقريبا، هي يعني مصارفهم الخاصة وغسيل الأموال وتهريب العملة بشكل مدروس وبشكل الحقيقة ملفت للعالم جدا، وطبعا على حساب فقر العراقيين. الآن نعرف أنه العراقيون يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تتجاوز 35%، وهذا الحقيقة مع ارتفاع الآن سعر الدولار ظهرت أكثر بشكل وضوح وجلي أنه الفقر بدا يأثر بشكل واضح يعني مؤلم بالنسبة للعراقيين. نعم. يعني على أي أساس تقيم الحكومات في العراق مواصلة هذا الربط
ربط العراق بإيران بهذا الشكل، على الرغم من العقوبات التي تشمل الآن العراق بشكل مكثف، يعني أدت أيضا هي من نتائجها انخفاض الدينار العراقي. ألا تخشى الحكومات في العراق أن تشمل هذه العقوبات أو تشمل حتى بعض الميليشيات؟ عزيزي، القائمة السوداء ضمت منذ سنوات يعني عدد من زعماء الميليشيات وعدد من مافيات، يعني زعماء مافيات الفساد، وأسماءهم موجودة، وهم الآن أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة وقسم وزراء الآن. يعني فليس غريبا على أنه أمريكا عبر يعني الخزانة الأمريكية والبنتاغون والسي آي إي وكل الجهات الفاعلة في أمريكا تفرض عقوبات إذا كان على الطرف العراقي وإذا كان على الأطراف الإيرانية، لكن ماذا بعد؟ ما هم موجودين الآن ويتعاملون معهم، يعني ليس لا يوجد شيء يهددهم أساسا، يتحركون ويتنقلون وكل شيء على ما يرام بجوازات يعني دبلوماسية وبكل الامتيازات. لذلك أنا قلت وأكرر مرة أخرى، هناك تخادم بمصالح أمريكية إيرانية على الساحة العراقية. للأسف الشديد أحيانا تتجاوز إيران بعض الخطوط الحمر في قضية التهريب وعدم الرقابة، تقع الطامة الكبرى على العراقيين، لأنه الآن على سبيل المثال وهذا أمامكم شفناه إحنا، يعني التلاعب بسعر الدولار أمام العملات المحلية هاي حثت ليس فقط في العراق، يعني نشوفه بأسباب مختلفة، كأن يكون هناك مواقف خلافية مع بعض الدول، يعني مثل تركيا، مثل مصر، مثل سوريا، مثل لبنان، وايضا مثل العراق، يعني هناك يسموها يعني مواقف مشاكسه للسياسه الامريكيه، او هناك خصومات، يعني هناك تعارض معين مثل ما صار في روسيا، يعني الروبل الروسي ايضا خفض، لكنه روسيا لانه دوله كبرى ويعني ودوله نوويه فيخشى منها الطرف الامريكي، لذلك طبعا ايضا توقفت العمليه فاعادت الروبل الى وضع. لكن الدول مثل دول الشرق الاوسط الحقيقه، هذه الاسماء اللي ذكرتها، احيانا تتجنب تتلافى وتتقي شر الدولار الأمريكي، أحيانا لا تستطيع لأنه هي تحت الهيمنة الأمريكية مثل العراق. العراق الآن تحت الفصل السادس، لذلك وصاية أمريكية، والأموال التي تأتي من واردات النفط تذهب إلى الخزانة الأمريكية، والطرف الأمريكي هو الذي يرسل بإرادته بالكميات أو المقادير التي يريد إرسالها تبعا لتنفيذ الموازنة العراقية. فهذه القضية الحقيقة للأسف الشديد نقول أنه العراق مكبل، العراق لا يتمتع لا بسلطة قرار سياسي أو اقتصادي أو تجاري ولا حتى سيادة وطنية كاملة. نعم، هذا الوضع. لابد أيضا أن نسأل دكتور حامد، ونحن نتحدث عن هذه الفضائح الكبيرة في الفساد، عن دور القضاء في العراق، لجان التحقيق المكلفة بهذه التحقيقات خصوصا بعد هذه الفضيحة صفقة القرن، وأيضا من يحاسب الحكومات المتعاقبة على العراق التي أوصلت العراق إلى هذا الحال؟ الحقيقة القضاء أيضا متهم، يعني مسيس، لأنه على سبيل المثال يعني هذه يعني فضيحة القرن اللي تسمى، اللي هي يعتقد أنه 3 مليارات أو 5 مليارات أو 10 مليارات قسمت، والمتهم الأول أو كبش الفداء نقدر نسميه نور زهير، اللي هو أيضا أطلق سراحة بضغوط وبتهديدات من قبله إلى الأطراف الأخرى المشرفين على العملية، لأنه هناك حيتان فساد لابد أنه تكشف يعني أسماءهم، لكن لتلافي هذا الموقف أطلق سراحة. إذن هذا الموقف موقف مسيس. أنا أقول شيء مهم جدا، الآن الكل متهم، يعني هذه الطغمة الفاسدة التي جاء بها منذ 9 نيسان 2003 لغاية الآن لا يمكن أن نزكي أحد منهم، لأنه الكل الحقيقة مساهم بشكل أو بآخر، على الأقل مشاهد أو متورط، نعم متورط أو مشاهد أو ساكت. لذلك أقول لا يمكن إحداث تغيير إلا بثورة اجتماعية حقيقية بالإطاحة بهذه الطغمة الفاسدة، ويعني الإتيان بنظام وطني عراقي بديل يحاكم الكل ويمنع أمريكا من التدخل وإيران من التدخل بالشأن العراقي. هذا هو الحل الجذري اللي يمكن الحقيقة نتوقع منه تغيير لمصلحة العراقي.
إذن دكتور حامد صراف الأكاديمي الباحث السياسي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.